داير مربوط بصبول ساقطين. هالداير تابع للرهبنة الأنطونية المارونية، داير يلي بيوقع على تلة بطل على منطقة حرجية ومنطقة زراعية، مع كل الهدوء والسكينة يلي حد الداير. هذا يلي خلى يكون في محبسة قريبة للداير وفيها حبيس بشكل دائم. هالداير تعرض لحرق لتكسير لتخريب مرات عديدة، كان آخرها هزة سنة 1956، ولكن بهمة وإرادة الرهبان يلي تعاقبوا على الدير قدروا رمموه بكفوا رسالة بيخطوا فيها على المحيطات.